السي عامل سما مستحيل وقطف نجوم الحروف الضاوية بالجزالة قد جاك أبو شمس يصطح بالهجوس الأصيل بلبل يمن السعيدة والقصيدة الدلالة أستاذ شاعر ودكتور الوفاء والجميل وعبقري النقاء والجود في كل حالة قصيدة كلمات الشيخ أحمد المضري أبو بكيل من أهالي قبيلة أرحب جوابا على قصيدة الشاعر فايز أبو شمس الكليبي من أهالي قبيلة الحدا شاركنا بعد سعود أبو خليل عبد الفرحان وبالإيقاع الزبيد الفرحان ضيفنا هذه الليلة الأخ الدكتور أحمد البري عفروت مع تحيات تسجيلات الفايز دمار بسم الله الحق والماء وعبود خير الوكيل والحمد لله ما تلوت علي حروف الجلالة ذي سخر الشمس وأحيا والصبح من بعد ليل وأحيا على الجنة عين الجود وأهل البسالة وبعد يا هاجسي عالق سما المستحيل وقطف نجوم الحروف الضاوية بالجزالة وبعد يا هاجسي عانق سما المستحيل وقطف نجوم الحروف الضاوية بالجزالة قد جاك أبو شمس يصطح بالهجوس الأصيل بلبل يمن السعيدة والقصيدة الدلالة أستاذ شاعر ودكتور الوفاء والجميل وعبقري النقاء والجود في كل حالة يا أخوك عهد الأخاء ما محفوظ باسم الجليل وذي أخاهم برب الكون يبقوا زمالة الأخ يحمل حمولة الأخ إن زاد شالة وارحب وأرض الحدا وواحد وسيفه صقيل هزا من الده وقاهر قاصده بالنذالة مثل اليمن شعب واحد رغم أنف العميل ورغم أنف الخناء والرغبات انفصالة وكل نخوة على دين القوي ما نميل وحكمة الرأي ما شهوده بختم الرسالة يالله نعم وقوام يعرب شديدة ما تهاب الدخيل أرض العروبة قبور الغازية بالفسالة رغم اختلاف القوى وقال قال وقيل ما همنا لا يمنا دون خبث العمالة نحيا بعزه كما احنا والكرامة سبيل والفضل لله وحده والقدر والقضالة بالمختصر يا شقيقي غزو جاهل دليل والحال مرفوض في أرض اليمن واقتتاله لابد من حل واحد حل ما له بديل أن يستفيقوا لشرع الله دون الجهالة
فالشرع كافي لحال والحال دونه هزيل والدين كامل وربي شرفه باكتماله والرأي شخصي وما ظنه لغيره مثيل منبوص شرع البشر والله شرعه كماله أدعيه يغفر ويرحمه بعبده كفيل يصلح بلاد اليمن ويعيد للقلب حاله. وألف مشكور يا أبو شمس شكرا جزيل والعفو لو جاك تقصيري برد المقالة ولك سلام الوفاء واصلك من بوبكيل ولك سلام الوفاء واصلك من بوبكيل يغشاك يا أخوك وافي بالأخا والزمالة ما شن مزنه ومروى زرعته والحصيل وعد حرف الكرم والقبيله والرجاله وعد ما يشتكي يا الدر وعد ما يشكي يا الدرب الصعيب الطويل ذاكر بلاده وروحه ما تضيق احتماله وعد ما عاشنا شمي دون صحبه قتيل وعد ما يطلب المشتاق رفقة خلاله والختم صلوا على من جاب هديه دليل والآل والصحب ذي عاشوا بخيرة خصاله.